بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مرة لما كنت معكم أنا رحنا عند علاج طبيعي عشان كان عندي مشكلة بالكاحل تبعي، وعم عالج هالمشكلة. أنا عم بعمل التمارين اللي عم يعطيني إياها أبطلها رساني، وصراحة كتير كتير تحسنت المرونة تبعتي بالكاحل مقارنة بأول يوم. يعني أول يوم لما رحت له أنا كان سيء جدا المرونة بالكاحل، بس بعدين هلأ لما جربت بالنادي من كم يوم شفت إنه في تحسن كبير بالمرونة الحمد لله. الألم بعد ما راح، بس أنا شايف في تحسن كبير بالمرونة، وهيدا عم تساعدني أسوي تمارين ما كنت أقدر أسويها أول. كانت بتألمني أول، هلأ ما بتألمني، بس بعده السكوات ما رجع. فإن شاء الله هذا بيجي بالمستقبل، احتمال أرجع أروح مراجعة تانية لعند عبد الله، بس أنا كتير مبسوط بالتحسن اللي شفته بالفترة هاي. هلأ أنا قررت إني أجيب مدرب، قررت إنه خلي واحد يدربني، يعطيني بروغرامينج، يعطيني كوتشينج، يعني برمج لي رفعاتي كلها، يكون معي أول بأول. الكوتش اللي أنا اخترته خليفة من عمان. اللي ما بيعرف خليفة بنصحكم تتابعوه، عشانه شخص كتير فاهم وكتير متعمق برياضة الباورليفتنج، وبيعرف يعني التفاصيل اللي أنت ما ممكن تتخيلها. فأنا بدي شخص مثل هيك، مصدر علمي ومجرب بالبطولات وعنده خبرة بتدريب ناس قبل عشان يكون مدرب إلي. هلأ لما رحت على النادي أنا اليوم قلت هذه فرصة أني جرب سولجر. سولجر اللي ما بيعرف هذه شركة، أول شركة سعودية، خليني أجيب الاسم صح، روح تابعوني على إنستغرام. هلأ أول براند سعودي رياضي متخصص في مستلزمات القوة البدنية. فاللي مش عم يتابعون يروح يتابعون هلأ، بنصحكم. يعني أنتوا دايما بتسألوني صالح هل في شركة سعودية بتبيع أدوات للباورليفتنج؟ هلأ صار فيه. هلأ كبداية عندهم الني سليفز اللي هو مشد الركبة، عندهم الريست رابس اللي هي ربطة المعصم، عندهم اللافر بيلت اللي هو الحزام. فهذه كبداية ممتازة. فأنا بالفترة اللي جاية هذه رح أجرب المنتجات كرأي مبدئي، يعني أول تجربة فيها جربت الني سليفز هذاك اليوم. الملمس تبعها والإحساس تبعها قريب كتير على سترونج. اللي ما بيعرف سترونج من أشهر وأفضل المنتجات الني سليفز بالسوق. كتير حسيت نفس الإحساس وأنا عم جربها. بدي بعد جربها يوم بعد يوم، بعطيكم رأيي إن شاء الله بالمستقبل كيف التجربة مع الأسابيع والأشهر اللي جاي. هذا أول يوم كان من برمجة خليفة، هذه التمارين كلها من برنامج خليفة. بعد ما قعدنا مكالمة طويلة، قعدت معه يعني مكالمة ساعة ونص تقريبا، فسر لي البرنامج كله اللي صمم لي إياه. وما تنسوا البرنامج اللي صمم وصممه إلي أنا خصوصا، يعني مش برنامج عام أي حدا بيقدر يستعمله. هذا برنامج بيساعدني أنا كصالح عشان يتحسن. بياخد بعين الاعتبار الوجع الكاحل تبعي، بياخد بعين الاعتبار نقاط الضعف تبعي، بياخد بعين الاعتبار قدي أنا بتحمل كتشد التمرين. كل هيدا بياخده بعين الاعتبار قبل ما يصمم لي البرنامج، عشان هيك البرنامج رح يساعدني أنا اتحسن بأفضل طريقة ممكن أقدر اتحسن فيها، مقارنة بي لو أخذت أي برنامج عن النت. أنا كنت عم صمم برامج إلي أنا بالماضي، بس صراحة ما في شيء بيبدل انه الواحد يكون عم يدربك، غير لما تكون انت عم تشوف من وجهة نظر تانية. يعني انا لو بقدر ادرب نفسي من بعيد درب نفسي ما عندي مشكلة، بس لما انت ما بتقدر تدرب نفسك صعب كتير انك انت تدرب نفسك. افضل لاعبين بالعالم باورليفتنج كلهم عندهم مدربين، لازم يكون واحد فوقك، واحد عم يشوفك من بعيد، عشان هو اللي راح يكون عنده يعني التفكير لنقول. يعني انت لما تكون عم تدرب نفسك بتشوف جلسة بتقول يلا انا منيحة منمشيها، لكن لو انت كنت عم تشوف نفسك من بعيد تقول لا هذه ما بتسوى، لازم نعدل، لازم نشيل، لازم نحط. فبدك واحد يكون هيك فوق راسك عشان انت تتحسن بافضل طريقة ممكن. لو انتبهتوا السكوات عم بلعبوا بوقفة كتير عريضة، وقفة كتير واسعة. انا ما بلعب بهالوضعية قبل، لكن احنا اكتشفنا انا وخليفة بعد تجربة انه هذه هي الوضعية الوحيدة اللي حاليا بقدر العب فيها سكوات بدون الم بالكاحل. فنحن دائما لازم نستغل التمرين اللي بنقدر نعملها ونحن عنا آلام. يعني بصير أنا بهالطريقة بقدر ألعب تمرين السكوات بدون ما أوقفه حتى لو عندي آلام بالكاحل. فلازم نحن دائما نلاقي هالأشياء. فهذا السبب اللي عم بلعب السكوات بهذه الطريقة، هذا شيء مؤقت ومش دائما. أنا ما رح ألعب السكوات هيك على طول، عشان أنا مش هذه مش السكوات اللي أنا برتاح فيها.
لكن على الأقل بالوقت هيدا فيني ألعب سكوات وابني السكوات حتى وأنا لنقول مصاب، مع أنه مش إصابة يعني. هلأ هيدا المنتج صراحة مع أنه كتير 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 بسيط، بس غير لي البنش بريس تبعي، ريحني كتير فيها، خصوصا لو أنت بتتمرن بنادي مثل يعني نادي تجاري. البنش 9 من 10 سيء وما بينلعب عليه، وانت بتحط ظهرك عليه وبتزحلق، يعني ما في ثبات ابدا. هيدي المنتج اسمه ذا بنش مارك، رح احط لكم الرابط تحت للمنتج، بتوقع 10 أو 15 دولار، بتحطه على البنش وبتحط ظهرك عليه وخلص ما بتتحرك، انت بتكون ثابت على البنش. صراحه شيء خرافي، كتير مريح وكتير بنصح فيه. هلا الفتره هاي رح نرجع نبني البنش بريس تبعنا، فالبنش بريس حيكون في طبعا باوز. انا دائما بتعود بالماضي انه العب بنش بريس تاتش اند جو تاتش اند جو، يعني بس اول ما البار يلمس صدري بطلع، بس هلا بدي العب باوز، يعني بدي اوقف تحت بعدين اطلع، عشان ما تنسوا بالبطوله ما في انك تلمس وتطلع على طول، لازم لما تلمس صدرك تنطر الامر من الحكم يقول لك ترفع الوزن. فلازم اعود نفسي على الاشياء من هلا، عشان انا ناوي انه مع دخولي مع مدرب مثل خليفه اني ابني لمرحله انه بقدر فوت على بطوله. حاليا ما عندي اي خطه اني جي بي ار ولا اني اكسر ارقامي، راح اتدرب الى ما يكون في بطوله قدامي بعدين مندوس. هذا التمرين شو بكرهه، يا الله شو بكره هالتمرين، بكرهه بكرهه بكرهه. بس هذا من افضل التمارين اللي ممكن تبني لك رجولك بشد كتير قليل، يعني ما في عليها اي ضغط على الجهاز العصبي مثل السكوات ومثل الديد ليفت، بس فيك تبني عليها فوليوم عالي وتبني رجولك. بس بكره هذا التمرين. وكمان شيء تاني، الحمد لله هذا واحد من التمارين كمان اللي بدا العبه بدون ما احس اي نوع من الم بالكاحل، فرح نبني عليه هلا لهذا التمرين للاسف. هلا التمرين هذا الكالف ريزز منه انه ابني الكالز تبعي، ومنه انه شغل مرونه الكاحل تبعي. فمثل ما قلت لكم، البرنامج اللي صمم لي خليفه رح يساعدني اتخطى المشاكل اللي عندي اياها، نقاط ضعفي، وكمان بياخذ بعين الاعتبار المشكله اللي عندي اياها بالكاحل. فانتوا دائما لما تاخذوا مدرب لازم تاخذوا مدرب فاهم ومدرب متعمق بالموضوع. امتى لازم الواحد ياخذ مدرب؟ السؤال لازم تساله نفسك انت، هل انت جاد بالرياضه؟ هل انت ناوي تدخل بطولات وبدك توصل مستوى كتير عالي وعندك طموح بالرياضه هاي؟ لو هادي لو جوابك ايه لازم يكون عندك مدرب. قد ما انت تقول عن نفسك فاهم وواعي ما بتفرق، افضل لاعبين باور ليفتنج بالعالم كلهم عندهم مدربين. بنصح اللي بيقدر ياخذ مدرب، رح ترتاح كتير، رح تجيب نتائج اسرع، عشان رح تكون ماشي على برامج ورح تكون ماشي على نمط تمرين مفيد لك انت خصوصا. بس لو انت ماشي على برنامج عام ما رح تجيب نفس النتائج مثل المدرب. فانا رح احاول قد ما بقدر انه فرجيكم وين رح كون، وين انا هلا، وين رح نوصل مع التدريب من خليفه. فلنشوف وين بنوصل، ان شاء الله نوصل ارقام حلوه، وبشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.